كلنا سمعنا عن زمن اسمه the present simple أو المضارع البسيط. مش مهم الأسماء، المهم إحنا أساساً هنستخدمه في إيه. طب هنعمل فيه إيه يا حبايبي؟ أهم درس موجود في الإنجليش هو الدرس ده اللي هو the present simple أو المضارع البسيط. طب بنستخدمه في إيه؟ أفهمك حاجة كده بسيطة. سيبك بقى من هي يعبر عن عادة مش عارفة إيه، سيبك من العبر ده ماشي. إحنا بنتكلم على حاجة بسيطة. أنا دلوقتي أنا كحنين بقول إيه؟ أنا بروح المدرسة. بسأل أنا دلوقتي هل أنا دلوقتي في المدرسة؟ لا. طب هو أنا بكذب؟ برضو لا، أنا فعلا بروح المدرسة بس أنا مش في المدرسة دلوقتي. هو بيعبر لنا عن حاجة بنعملها، بنعملها كل يوم كل شهر كل سنة، بس مش دلوقتي حالا. عشان هي لو دلوقتي حالا يا حبيبي تبقى إيه؟ تبقى يرد عليا، تبقى present continuous. يلا صح صح معايا بقى، يلا تعالوا كده نشوف الأغنية دي مع بعض علشان نفهم الزمن نفسه. أنا عايزك تعتبر إن أنت ما خدتوش قبل كده، تمام؟ وخلي بالك ده مهم جدا 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 عشان أغلب أي paragraph أغلبه بيتكتب في التنس ده، تمام؟ يلا كده خليك معايا. He she it verb مع s I we you they بنحط verb وبس. I we you they بنحط verb وبس. تاني he she it verb مع s he she it verb مع s I we you they بنحط verb وبس. I we you they بنحط verb وبس. تاني he she it verb مع s I we you they بنحط verb وبس. سهلة. يعني ايه يا شباب؟ he she it verb مع s. تاني he she it verb مع s يعني ايه؟ يعني لما الاقي السبجكت عندي، الفاعل عندي هي او شي او ات، بجيب الفيرب وبحط له اس. برضو مش فاهمين حاجه، تعالوا كده افهمكم. بصوا يا اصحاب، هي ده الفاعل عندي اهو السبجكت، ريد اللي هو الفعل، تمام كده؟ تمام ريد، وبحط لها اس بقت ريدز. هي ريدز، هي ريدز هيز ستوري، يعني هو بيقرأ الستوري بتاعته، القصة بتاعته. طب هو متعود انه يقراها؟ اه متعود. طب هو بيقراها امتى؟ دلوقتي؟ لا مش دلوقتي، هو متعود انه يقراها، بس امتى احنا ما نعرفش، تمام كده؟ ممكن كل يوم، ممكن كل اسبوع، ممكن كل شوية، ممكن كل يومين، براحته، تمام كده؟ تمام. تبقى he reads his story. انا عملت ايه يا حبايبي؟ انا جبت الفيرب وحطيت له اس، بس ما عملتش حاجة تانية. ليه؟ انت عملت الكلام ده كله ليه؟ تمام. هو انا عملت ليه الكلام ده كله يا شباب؟ علشان خاطر ان انا عندي هنا السبجكت هي، الفاعل عندي هنا هي، بقت هي ريدز هيز ستوري. اتفقنا كده؟ نشوف الجملة التانية. شي الفاعل عندي هنا شي، ركز معايا، هيبقى الفيرب وانا مغمض كده، انا حنينة اهو انا مغمضة، وانا مغمضة كده هتبقى ايه؟ هيبقى الفيرب معايا يا شباب معاه اس، تبقى she plays in the garden. هي بتلعب في الجاردن. بتلعب دلوقتي؟ لا ما بتلعبش دلوقتي. بتلعب امتى؟ ممكن كل شهر، ممكن كل اسبوع، تمام؟ حاجه هي متعوده عليها، تمام؟ اللي بعد كده it drinks milk. it drinks milk هي بتشرب لبن، تمام كده؟ it الفاعل، عشان الفاعل عندي هنا it، بعمل ايه؟ جبت الفيرب وحطيت له اس يا شباب، سهل جدا جدا جدا، تمام كده؟ نشوف حاجه كمان. طب ركز كده معايا يا حبيبي، انا عملت ايه؟ انا شلت هي وحطيت بدلها علي. ايه ده يا حنين، هو احنا ينفع نشيل هي وشي وات ونحط بدلها اسامي؟ طبعا طبعا، تمام. يعني انا لو لقيت كلمه علي او لقيت اسم، الاثنين بالنسبه لي هي نفس الهي او الشي او الات. اتفقنا يا حبايبي؟ يعني هنا مثلا علي reads علي reads his story، علي بيقرا الدرس بتاع الستوري بتاعته، القصه بتاعته. ايمان شلت شي وحطيت ايمان. ايمان plays in the garden، ايمان بتلعب في الجاردن. نمبر 3 شلت ايت وحطيت the dog، the dog drinks milk. تمام كده حبايبي، لغايه كده مفهوم؟ طيب انت وصلت معايا لغايه هنا،
لو فهمت عندي فيرب هنا اسمه walk اللي هو يمشي بسرعة كده، اعملي عليه جملة يمشي. بسرعة انقل بس الفيرب وفي آخر الحصة بقى اعمل زي ما انت عاوز، أو اعمل pause للفيديو براحتك. وفيرب تاني اسمه visit اللي هي يزور، وفيرب تاني اسمه write يكتب. اتفقنا؟ طيب اتابع معايا لغاية هنا، تعمل لي ثلاث جمل وهتوريهم لي. طب هتوريهم لي فين؟ هتحطهم لي تحت في التعليقات. اتفقنا كده؟ اهو تعمل لي ثلاث جمل ويلا بسرعة. بص يا حبيبي، عايزة افهمك بس معلومة صغنطوطة قد النملة. في عندي هنا O S S H C H تاني O S S H C H تاني O S S H C H تاني O S S H C H X Z X Z X Z. كم واحدة دول؟ 1 2 3 4 5 6. تمام كده، ستة كده طلعهم لي على ايدك. يلا O S S H C H X Z O S S H C H X Z تاني O S S H C H X Z. ايه ده مالهم دول؟ دول اسمهم اخوات E S. اخوات مين؟ E S. اخوات مين يا اولاد؟ E S. نقولهم تاني O S S H C H X Z. اخوات مين دولت يا شباب؟ اخوات E S. يعني ايه يا شباب اخوات E S؟ افهمك، لو الفيرب اخره اي حاجة من اخوات E S، لو الفيرب اخره اي حاجه من سوري اي حاجه من دول، فاحنا هنحط له اي اس، مش هنحط له اس. ازاي؟ فيرب واش يعني يغسل. ركز معايا يا حبيبي، انا عايزه احطه في جمله، هقول هي هو واش اهي. سمعوا كده؟ واش، كلمه واش الفيرب واش اخره اس اتش، فانا احط له ايه؟ اس ولا اي اس؟ اي اس. برافو عليك. هي واشد هيز كار مثلا، عربيته. طب ليه يا حليم؟ معلش انا مش فاهمين. احنا قلنا لو الفيرب اخره او اس اس اتش سي اتش اكس زد هنحط ايه؟ اي اس، مش هنحط اس. اي اس، مش هنحط اس. اي اس. انا اسفه بجد عشان عندي برد، مش هنحط اس. اي اس، مش هنحط اس. فين اللايك؟ انا زعلانه منكم قوي 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 عشان انتوا مش بتحطوا لايك بجد. تمام، يلا. هي واش هيز كار. طب فيرب مثلا جو، شي شي، وفيرب جو اهو كلنا طبعا عارفينه، تو سكول. شي جو تو، سامعني؟ شي جو تو سكول. عملت انا ايه كده؟ فيرب جو اهو، ما حطيتلوش حاجه لسه، بس انا هعمل ايه؟ هحط له اي اس. ليه؟ عشان اخره او. احنا قايلين، ركز معايا كده، ركز معايا تاني، لو الفيرب اخره او او اس او اس اتش او سي اتش او اكس او زد بنحط ايه؟ اي اس. بنحط اي اس. اي اس. بنحط اي اس. اي بنحط اي اس. اتفقنا كده؟ زي فيرب واش اخره اس اتش، فانا جيت حطيت له اي اس. هي واش هيز كار، شي جوز تو سكول. اتفقنا كده؟ اتفقنا. طب انا هديك فيرب، هديك فيرب ايه؟ ركز معايا. طفي الفيرب ده، فيرب واتش. واخد بالك انت؟ وصلت معايا للحته دي؟ واتش يعني يشاهد. اعملي برضو عليه جمله لوحدك كده مع نفسك اهو، انقله او اعمله سكرين بسرعه. watch watch يعني يشاهد. خلي بالك اخره سي اتش. انت لغايه كده فاهم؟ وصلت معايا لغايه هنا وما عملتش لايك؟ يا ريت تعمل لايك وتعمل شير للفيديو. اتفقنا؟ يلا بسرعه. نيجي لحرف الواي. مشكله حرف الواي دي مشكله سهله والله يا حبايبي. تمام كده، تعالوا كده افهمها لك. حرف الواي حرف هاي هاي، يعني حرف بص بقى من ناس قوي قوي قوي، بيحب حروف الفاولز كلها بس ما بيحبش الحروف التانية الكانسنت.
تمام. نقول تاني، حرف الواي حرف هاي هاي، حرف الواي حرف هاي هاي. بيقعد يدقي بقى ايه الحاجات اللي يلعب بيها، يلعب معاها، والناس اللي بيلعب معاها. يحب يلعب مع مين يا شباب؟ مع الفاول ليترز. ايه هم الفاول ليترز اصلا؟ الحروف المتحركه. ايه هي الحروف المتحركه؟ اي اي او يو، اي 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 او يو، اي 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 او يو، اي اي او يو. حرف الواي حرف ايه؟ هاي هاي. تمام كده يا شباب، بيحب حروف الفاولز. اتفقنا كده ايه هم حروف الفاولز؟ اي 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 او يو. تعالى كده فهمني عشان انا مش فاهمه حاجه. انا عندي فيرب زي فيرب بلاي، ركز معايا كده بالله عليك يا اخي، بالله عليك ركز يا اخي، يلا تشغل الفيديو عمال تلعب، ركز. فيرب بلاي اخره حرف ايه يا شباب؟ واي. مين هو حرف الواي؟ حرف هاي هاي. تمام كده، بيحب حروف الفاولز اللي هو اي او اي او اي او 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 يو. متفقين؟ متفقين؟ تمام. حرف الواي بيحب حروف الفاولز، عشان كده لما نيجي نحط له اس، يعني هنقول مثلا عندي وانا في كده هي بلاي، ما بنشيلش الواي. ليه؟ عشان هو بيحب يلعب مع ايه؟ مع الحروف الفاولز، فبنروح حاطين له اس. بقت ايه يا شباب؟ بقت هي بلايز. تاني حرف الواي اهو، اخر الفيرب اهو واي، تمام؟ وقبليه حرف فاول، فاحنا ما بنشيلش اصلا حرف الواي. احنا ايه اللي هيخلينا نشيله اصلا يا حنين؟ هقول لك دلوقتي. طب اصبر عليا، اصبر عليا وانا هقول لك ايه اللي هيخلينا نشيله اصلا. ايه المشاكل اللي انت بتعمليها لنا دي؟ ليش نشيله اساسا؟ الصبر جميل. تمام، حرف الواي اهو اخر الفيرب، ماشي، وقبليه حرف متحرك اللي هو من الحروف اللي هي بيحبوها هاي هاي ده، فاحنا بنحط له حرف الاس. تمام. طيب هنيجي الفيرب هنا مثلا زي فيرب كراي، كراي اللي هو يعيط، اخره واي، سوري اخره واي، بس قبليه ايه بقى؟ قبليه حرف، بس مش حرف فاول، حرف كانسنت اللي هو اصلا حرف الواي ما بيحبوش. حرف كانسنت اللي هو اصلا حرف الواي مش بيحبه خالص. تمام، فهنعمل ايه لما نيجي نحط له اس؟ هنقول هي كراي، نحط له اس كده. ها؟ لا غلط. امال هنعمل ايه؟ هشيل الواي واحط اي اس، هشيل الواي واحط اي اس، هشيل الواي واحط اي اس، بشيل الواي واحط اي اس، بشيل الواي واحط اي اس، بشيل الواي واحط اي اس. اتفقنا كده؟ هنا ما بشيلش الواي خالص، بسيب الواي واحط لها اس، بسيب الواي واحط لها اس. يا رب تكون فهمت لغايه كده. فاكر يا حبيبي لما جيت قلت لك في اول الفيديو ان اي او وي او يو او ذي بنحط فيرب وبس؟ سهله جدا. اي وي يو ذي بنحط فيرب وبس، اي وي يو ذي بنحط فيرب وبس. مريحاني. ليه بقى؟ ليه مريحاني؟ ولا بتحطي اس يا حنين ولا اي اس ولا اي اس؟ بجيب الفيرب زي ما هو، بجيبه كده واحطه على طول، ما بحطش اي حاجه خالص جنبه. طالما عندي السبجكت الفاعل اي او وي او يو او ذي او اي جمع، تاني اي او وي او يو او ذي او اي جمع. تمام كده، يلا نشوف مع بعض. اي جو تو سكول، سيبك من تو سكول دي، جو فيرب جو، زودت له حاجه؟ لا. شلت منه حاجه؟ حطيت له حاجه؟ لا. ليه؟ علشان انا عندي هنا السبجكت اي الفاعل اي. وي wash the car، فين الفيرب هنا يا شباب؟ برافو عليك على فكره، wash، برافو حبيبي، wash اهي. حطيت له حاجه؟ لا. ليه؟ علشان عندي subject هنا we. they study English، فين الفيرب هنا يا شباب؟ study. برضه زي هسألكم نفس السؤال، حطيت له حاجه؟ لا يا حنين ما حطيناهوش حاجه. ليه يا حبيبي؟ عشان انا عندي هنا ايه؟ they. اتفقنا كده؟ لغايه كده فاهمين يا شباب؟ اوعى تنسى الاغنيه
هي شي إت فيرب مع إس. آي وي يو ذي بنحط فيرب وبس. هو ده الدرس اللي احنا قلناه لغاية كده، فاهم؟ يلا بسرعة نيجي بقى للنيجاتيف. نيجاتيف يعني الحاجة دي ما بعملهاش. مش يعني أنا مش بلعب كورة، هو مش بياكل لحمة، هي مش بتطبخ الأكل، وهكذا. إزاي أقدر أعمل الحاجات دي يا شباب؟ برضو في الـ present simple. تمام كده؟ تعالوا كده معايا، تعالوا 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 بس تعالوا بس تعالوا تعالوا تعالوا. ده اسمه negative، يعني الحاجة دي ما بعملهاش. تعالى كده نشوف مع بعض. أول حاجة معايا، لو الـ subject عندي I أو we أو you أو they أو أي جمع، نسيت أعمل دي I أو we أو you أو they أو أي جمع، ما حدش عايز على رسمي. I أو we أو you أو they، بعمل إيه يا شباب؟ بحط كلمة don't ومعاها verb أهي. don't ومعاها إيه؟ verb. مش فاهمين؟ لو الـ subject عندي، لو الفاعل عندي I أو we أو you أو they، بحط كلمة don't وبحط الـ verb على طول. تعالوا كده نشوفه مع بعض. بصوا، I don't، أنا مش. I don't play football. أنا حطيت don't ليه؟ حطيت don't ليه؟ ليه حطيت don't ليه؟ عشان إيه؟ علشان أنا عندي subject هنا I، بقيت I don't. اتفقنا؟ ما إحنا قايلين إن الفاعل عندي لو I أو we أو you أو they، فأنا بحط كلمة إيه؟ don't. بصوا كده شوية، I don't play football. أنا مش بلعب كورة، مش بلعب كورة. We don't drink cola. احنا مش بنشرب كولا، مش بنعمل الحاجات دي. اتفقنا كده؟ يلا يا شباب، في عندي سؤال هنا بيقول لي change into negative. تمام كده؟ يعني تعالى نحول للنيجاتيف، يعني نحط كلمة don't. برافو عليك، انا سامعك. تعالى كده نشوف مع بعض. I write my homework، يعني انا بكتب الواجب بتاعي. أنا عايزة أقول يا شباب إن أنا مش بكتب الواجب بتاعي، أنا مش بكتب الواجب بتاعي، هتبقى إزاي؟ هتبقى I don't، إيه don't دي يا حنين؟ مش، أهي I don't write my homework. طبعاً أنا هختصرها بس، I don't write my homework. تمام؟ نشوف اللي بعدها. We cook our lunch. We cook اللي هو الفيرب اهو، احنا بنطبخ اكلنا، سوري غدانا. تمام؟ انا عايزه اقول ان احنا مش بنطبخ الغدا بتاعنا، هتبقى we don't cook. والله سهله جدا. our lunch، احنا مش بنطبخ غدانا، ما بنطبخ ايه؟ هو اعلم بقى، يعني انت بتدخل نفسك ليه؟ ما اعرفش، ماليش دعوه. تمام كده؟ فهمتوا كده حبايبي؟ بعمل ايه لو انا عندي subject I او we او you او they وانا عايزه اعمل negative، او طالب مني negative، او ضحك عليا وراح كاتب لي between practice كده بين القوسين كلمه not، فانا لازم احط كلمه ايه؟ don't. يلا يا شباب، طب لو subject عندي، لو الفاعل عندي he أو شي أو إت أو أي مفرد، هحط دونت برضو؟ لا، مش هحط دونت. أمال هحط إيه؟ هحط كلمة doesn't. قول ورايا كده عشان ما تنساهاش. doesn't 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 doesn't، هحط كلمة doesn't وبرضو الفيرب. هحط doesn't ومعاها يا شباب برضو الفيرب. هي، بصوا شباب أهي، هي شي إت والمفرد، بحط كلمة doesn't ومعاها الإيه يا شباب؟ ومعاها الفيرب. تمام؟ بس في مشكلة عندي، إن doesn't دي بتحب تاكل حرف الـ S أو حرف الـ ES أو الـ IES. ركز معايا في الحتة دي، بطاها كبيرة شوية. إن doesn't بتاكل S أو ES أو IES، بطاها كبيرة شويتين، ثلاث شويات. تمام كده؟ doesn't بتاكل ايه؟ اس او اي اس او اي اس. هفهمها لك دلوقتي. بصي حبيبي كده معايا، he walks to school، يعني هو بيمشي الى المدرسه. طب انا عايز اقول ان هو مش بيمشي للمدرسه، بعمل ايه؟ هعمل ايه؟ he هتبقى ايه؟ زي ما هي طبعا.
احنا قايلين ان مع هي او شي او ات بحط كلمة doesn't، هتبقى هي doesn't مش، واخد بالك؟ doesn't مش. وبكمل عادي الجملة عادي، walks to school to school. الله، في عندي حاجة هنا يا حنين. he doesn't walks to school. في غلطة بس، معلش يا حنين. ايه هي الغلطة دي؟ ان لازم لما بيكون عندي doesn't يبقى انا بحط بعديها الفيرب من غير اس. لما بيكون عندي doesn't بحط بعديها الفيرب من غير اس، واخد بالك؟ بحط بعديها الفيرب من غير اس، عشان doesn't بتاكل الاس او بتاكل الاي اس او بتاكل الاي اي اس اللي احنا قلناه في اول الفيديو. اتفقنا كده؟ he walks to school بقت he doesn't walk to school. تعالى كده نشوف تاني. يلا يا شباب نكمل. she washes her hand. هي بتغسل ايديها. طب انا عايزه اقول هي مش بتغسل ايديها، انا مش دايما معفنه ولا لا، عشان ما ينفعش كده. اتفقنا؟ هتبقى she doesn't. برافو، ركز معايا في الجاي ده. doesn't wash اللي هو الفيرب اهو يا شباب، wash. وهي في هنا اي اس هحطها؟ هحط الاي اس؟ لا يا حنين، مش بنحطها مع doesn't. she doesn't wash her hands. هي مش بتغسل ايديها. عملت انا ايه هنا يا جماعه؟ عملت انا ايه؟ ركز معايا بالله عليك، ركز معايا. هتبقى doesn't وحطينا الفيرب من غير ولا اس ولا اي اس ولا اي حاجه. لغايه كده فاهم؟ طب لو لغايه كده فاهم اعملي لايك. تعالى كده لما نشوف دي مع بعض. احمد cries loudly. احمد بيصرخ بصوت عالي. طب انا عايزه اقول ان احمد مش بيصرخ بصوت عالي، تمام؟ بصوا بقى كده، احمد doesn't. بصوا بقى cries دي، مش احنا قايلين ان برضه doesn't بتاكل الاي اس؟ هتبقى كرر واحط لها الواي اللي انا اصلا شلتها قبل كده. اتفقنا كده؟ اللي انا شلتها قبل كده، ماشي؟ هتبقى ايه؟ cry عادي جدا. هتبقى احمد doesn't cry loudly. يا جماعه يا جماعه، اللي فاهم تمام، اللي مش فاهم يكلمني يقول لي يا حنين انا مش فاهم الدرس ده وانا اشرحه له تاني، تمام كده؟ يكتب لي في قلب التعليقات تحت يقول لي انا مش فاهم، واللي فاهم يكتب لي برده في قلب التعليقات تحت يقول لي انا فاهم. اتفقنا كده؟ اتفقنا. يلا نكمل. يلا يا اصحابي، do they play football؟ هل هو معنى do هنا معناها هل، هل هم بيلعبوا كوره؟ طيب لو السؤال عندي ابتدى بكلمه do او بكلمه does هعمل ايه؟ الاجابه عندي يا اما بيس يا اما بنو، يس او نو. اتفقنا كده؟ يس او نو. بصوا بقى بعمل ايه؟ يس بجيب الكلمه الثانيه هنا في الاولى، يس they do. طب لو نو، نو they برضو هي هي بس don't. تمام كده يا شباب؟ do they play football؟ هل هم بيلعبوا كوره؟ yes they do فعلا بيلعبوا كوره، او لا مش بيلعبوا كوره. اتفقنا؟ سهله جدا جدا جدا. يلا يا اصحابي، do they play football؟ هل هو معنى do هنا معناها هل، هل هم بيلعبوا كوره؟ طيب لو السؤال عندي ابتدى بكلمة do أو بكلمة does هعمل إيه؟ الإجابة عندي يا إما بيس يا إما بنو، يس أو نو. اتفقنا كده؟ يس أو نو. بصوا بقى بعمل إيه؟ يس
بجيب الكلمة التانية هنا في الأولى. Yes, they do. طب لو no, no, they برضو هي هي بس don't. تمام كده يا شباب؟ Do they play football؟ هل هم بيلعبوا كورة؟ Yes, they do فعلا بيلعبوا كورة أو لا مش بيلعبوا كورة. اتفقنا؟ سهلة جدا جدا جدا. يلا نكمل. Do you play football؟ هل أنت بتلعب كورة؟ طيب مبدئيا كده حبيبي you في السؤال بتكون I في الإجابة. Do you؟ احنا عايلين السؤال لما يبتدي عندي كلمة do أو كلمة does فببتدي ب yes أو ب no، الإجابة يعني بتكون ب yes أو ب no، تمام؟ Yes you هتبقى I. Yes I do. طب لو no؟ طب لو no؟ No I don't. أظن سهلة يا جماعة، بتعكس وبتنزل على طول. على طول تروح منزل على طول الكلام. طب يا جماعة لو عندي السبجكت الفاعل هي أو شي أو إيه هنستخدم إيه؟ هنستخدم does. does لو هي أو شي أو إيه أو أي مفرد بنستخدم does. خلاص إحنا عرفنا. does he play football؟ does he play football؟ هتبقى yes برضو بنعكس نجيب الكلمة التانية. does he play football؟ Yes, he does. طب لو no؟ No, he doesn't. سهلة جدا جدا يا جماعة. طب ما بنكملش السؤال ليه؟ ما بنكملش الإجابة ليه يا حنين؟ عشان دي اسمها الإجابات المختصرة، الإجابات التانية دي هفهمها لك المرة الجاية إن شاء الله. تمام كده؟ لغاية كده إحنا خلصنا الـ present simple. فهمت لغاية كده حبيبي؟ لايك وشير للفيديو لو سمحت. ما تنساش اللايك، ما تنساش اللايك، ما تنساش اللايك عشان اللايك ده هو اللي بيدعمنا، وعلشان كمان تشترك في القناة لو انت فهمت بإذن الله. السلام عليكم.